السلام عليكم. سلمى ممرضه متعدده الاختصاصات، بخصوص هذا اليوم العالمي للممرض كتقدم جميع الشكر لجميع الاطر الصحيه بصفه عامه، وبهذه المناسبه كنشيدوا بالمجهودات اللي كيقوم بها الممرض رغم العراقيل اللي كتواجهوا، الا ان الهدف من هذا الشكر هو كتنويه للعمل ديالو والمجهودات اللي كيقوم بها، وبهذا العمل الانساني اللي الهدف ديالو هي الراحه ديال المريض اللي كنسهروا عليها. احنا كأطر صحية، العمل الإنساني اللي الهدف منه هو أننا نسهروا على الراحة ديال المريض والحمد لله وزارة الصحة كتشتغل ليل نهار وكتسهر على تحسين هذا القطاع هذا، سواء بدورات تحسيسية وتكوينية. وشكرا. السلام عليكم، معكم منى ممرضة متعددة التخصصات في القطاع الخاص بمصحة الحمل. تنتقدم كامل الشكر والتقدير للأطر الصحية بمناسبة اليوم العالمي للممرض. بمناسبة هذا اليوم بغيت نهضر على المهنة الشريفة والإنسانية قبل كل شيء. الحمد لله كنفتخر بهذه المهنة وكنبغيها من القلب رغم كل العراقيل ديالها. ما نذكروش غير العراقيل حيت كاينين الإيجابيات اللي أحسن وأحسن، ودليل المثال هو موجة ديال الكوفيد. موجة الكوفيد كان فيها مشاكل كثيرة وكنا كنسهروا وكنتعبوا، بزاف السلبيات كانوا فيها، ولكن الحمد لله حاولنا نتجاوزوا هذه المرحله، وبزاف الحويجات الحمد لله حققناهم في الكوفيد. في الموجه ديال الكوفيد كانت المهنه ديال الطب والامن هما المهنتين اللي كانوا حاضرين بقوه واللي بانوا، وبالتالي هذا اكبر دليل على انها مهنه شريفه. كنعاود نشكر جميع الاطر الصحيه بهذه المناسبه، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الطاقم الطبي والشبه الطبي. وشكرا. السلام عليكم، مريم ممرضه في التخدير والانعاش بمصحه الحمل بسماء. في اليوم العالمي للممرض اللي كيصادف 12 مايو من كل سنه، كنشكر الممرضين في القطاع العام والخاص، وهي مناسبه باش نشيدوا بالدور الفعال والانساني اللي كيقدموه الممرض في القطاع الصحي رغم مواجهته للعديد من الصعوبات والعراقيل اللي كتواجهه في الميدان. كما لاحظنا الدور المهم والفعال اللي قدمه الممرض في مواجهة أزمة الكوفيد ووقوفه في الصفوف الأمامية للتصدي لهذا الوباء دون خوف. السلام عليكم، معكم سعيد بوجلاقت ممرض متعدد الاختصاصات. خصوص اليوم العالمي للتمريض، نشكر الممرضين والممرضات على كوفيد. نتوما عينتو هذاك الشيء اللي داز كوفيد وكنا حنا في الصفوف الأمامية. بخصوص التكوينات القطاع الصحة، كنشكر وزارة الصحة اللي هو قائمة بالعمل ديالها، ولكم التحية والتقدير، ونرفع لكم القبعة. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيبريس وتبرتجيو مع صحابكم.